أزول أزول إيتما سويتما أزول مغناس، السلام عليكم مغاربة الأحرار، إخوتي الحرائر المغاربة فيما كانوا. كاين شي واش كتشوفوا الصورة هي هاديك؟ واش كاين شي صوت؟ واش كاين شي كونيكسيون هي هاديك باش نتأكد إذا ما كاين شي حاجة؟ لأن المرة هادي دات واحد يعني ديفايس، واحد جهاز آخر كنستعمل فيه اللايف دابا، باش تكون فيه شوية ديال السيكوريتي. اذا كنشوف بكاش ما كاش مشكل، كلشي كيبان مزيان. اورايت، نضطر باش نهضر بالدارجه المغربيه باش الاخوان والاخوات الاحرار والحرائر اللي كاينين في المغرب حتى هما في جميع المدن المغربيه اللي تيتضامنوا معنا في هذه المحنه اللي احنا فيها في الريف، بحال اللي كتشوفوا في الناظور وفي الحسيمه وفي المدن الاخرى المجاوره. وفقط باش نحط الصوره ديال الحراك الشعبي الحالي في المرحله الحاليه والمرحله السابقه في اللحظه هذه. اذا اخواني اخواتي، تنشوفوا بانه اولا المغرب حاول ما امكن، والمخزن المغربي حاول ما امكن باش يركز على الحراك الشعبي في هذه المرحله هذه، في القمع ديالها وفي وضع بعض المسائل اللي تنعرفوها احنا في المغرب، كيديروا الخشبه في الرويضه بطرق وما ومازال غادي نجي للنقطه هذه. اذا هنا تنشوفوا بان المساله هنا كاينه، المخزن المغربي مركز على الدراري ديالنا والعياله ديالنا اللي كاين كذا، ما نسات بواحد القضيه اللي هي مهمه، ان الحراك الشعبي انتقل الى اوروبا. هذه هي الحاجه اللي ما عقدش بها الدوله المغربيه والمخزن المغربي، الحراك الشعبي تمدد الى اوروبا بواحد الطريقه كبيره جدا. والمسيره ديال اليوم سواء ديال بروكسل عاصمة أو لا ديال برشلونة العاصمة، كانت رد قوي جدا للمخزن المغربي وللوبي الخارجية المغربي ديال الدولة المغربية في المسيرة سلمية، وتحقوا بها مجموعة من الأجناس تضامنا، لأن الإعلام اللي مشى من اسبانيا، مشى المغرب، ومشى خاصة المدينة ديال الحسيمة باش والناظور والمدن الأخرى باش يحاول باش يقوم تنوير الشعوب ديالها بما يقع في المغرب بطريقة يعني محترفة وصادقة. يعني عنده إعلام، يا سلطان الربيع عندهم إعلام، جاتو الحقائق اللي هي كنعرفوا بأنها عاقوا بالمسائل اللي تديرها المخزن في تخويف والتخوين واختطافات وداك الشيء. إذا الحراك الشعبي حاول ما أمكن باش غادي يكون عنده واحد قوة أكبر مما كانت عند الحراك الشعبي اللي كانت في الريف. إذا حنا هما تلعبوا بأ أو بي، تا حنا تلعبوا بأ أو بي. إذا الحراك الشعبي قوي ومازال يتمدد في أوروبا كاملا، جميع المدن الأوروبية، مسيرة بالآلاف اليوم خرجت في برشلونة تندد بالاعتقالات والاختطافات القسرية الغير قانونية في حق في حق نشطاء الحراك الشعبي بالحسيمة اللي كان تي خرجوا في مسيرة سلمية لمدة 7 أشهر فقط لمطالبات ملف حقوقي. إذا هنا ما كيناش نية انفصال ولا استقلال ولا أي حاجة من هذا القبيل، هذا باش بزاف الناس تستغل هاد الاعتقالات وهذا الغياب ديال القيادة ديال الحراك الشعبي بالريف، وتدخل وتتخرج في سيناريوهات اللي هي إشاعات مع الأسف، واحد تيدير السيناريو بأنه في هذه كذا الدولة العميقة وصراع سياسي ما قبل الحراك هنا مع البي جي دي وكذا، كان يدير السيناريو بأن تما كذا وكذا، يعني مجموعة من السيناريوهات اللي هي تديرها
الجهاز المخابراتي ديال الدوله المغربيه مع الاسف، وحنا تنعرفوها بان المخابرات المغربيه هي من عاداتها انها تقوم بهذه الاساليب القذره والمسمومه والتعيسه في حق الشعب اللي هو دائما كذا. شنو المشكل؟ لان دابا مادام الاعلام الدولي وهذه الخرجات ديال الاخوان الاحرار والحرائر اللي كاين في اوروبا بالخرجات القويه ديالهم بالاطفال والنساء، وحييهم من هذا المنبر، وكان خرجات ان شاء الله غدا ان شاء الله ستكون قويه جدا، وستكون خرجات ان شاء الله بالالاف، سترد بقوه وبسلميه ان الحراك الشعبي لم يمت، لقد تمدد الى اوروبا، وسنقوم بالتنديد على سياسه المخزن، وسنقوم بتنوير شعوب الدول الإقامة على ما تقوم به الدول المغربية في هذا في شعبها في المغرب، وليس في الريف فقط. هناك احتقار، هناك استحمار، استبغال، نهب، سرقة، فساد. إذا الشعب ناض عقب الريف. كان مبادرة، عمل مبادرة، منطقة الريف عملت مبادرة في فضح الفساد السياسي وفضح الفساد الإداري وفضح الفساد الاقتصادي وفضح الفساد الأحزاب السياسية والمصالح الخارجية لكي لا داخل الأقاليم والمدن. كنشوفوا هنايا بأن عقد الدولة والمخزن المغربي بأن ذلك يتمدد إلى المدن الأخرى، لأن المدن الأخرى تتنوض كتقول لك سيدي راه حنا بغينا نشوفوا فين غيمشي هذا الفوسفات، تمشي الذهب اللي تهرب حتى الامارات وتمشي في الصفائح ديال النحاس ولا ديال النقره. اذا هنا الدوله تتخاف، اذا تحاول باش تركز على الريف والقمع ديالو كذا، باش تعطي له الصوره بان هذه المنطقه، هذه منطقه في التاريخ ديالها وفي الخصوصيات نتاعها انها منطقة دائما تريد الانفصال وتلعب بورقة الانفصال الى حد الان. راه المخزن المغربي راه ما غتنجحوش شايب هذه الورقة ديال الانفصال، راه ما كاينه شاي الريحة ديال الانفصال، وما كاينه حتى شي حركة او لا شي منظمة اللي عنات بصفة رسمية انها كاينه انفصال ولا بغينا الاستقلال من المغرب. باش نكونوا واضحين، ما خصنا شاي تنقزونا من موضوع لموضوع. حنا خصنا سيدي بغينا مستشفى ديال السرطان بحكم المنطقة فيها 80% ديال فيها 80% ديال المرضى من المنطقة بحكم الغازات السامة اللي شاركتوا فيها ثم بغير طريقة غير مباشرة في قصف هذه المنطقة في العشرينات. إذا الاساليب اللي تستعملوها دابا في المنطقه ديال الريف في قمع النساء بحال اليوم مثلا، خرجتونا النساء في الجهه وخليتونا الرجال في الجهه باش تحميو النساء وتمشيو تعطيو الهرمكه والزرواته لخوتنا تما في الحومات وداك الشيء. راه كان حنا في الحراك الشعبي تنقولوا الاخواني الاخواتي، راه حنا عندنا عيون في هذا الحراك الشعبي، هناك احرار يتتبعون صغيره وكبيره، لان الحراك الشعبي امانه لكل الريفيين والريفيات وكل الحرائر والحرائر في الريف الكبير. وادعو جميع المغاربه الاحرار والحرائر ان يكون وان يكونوا يد واحده، وان يقولوا لا للفساد ولا للحقره ولا للظلم. ما كاين لا الانفصال، ما كاين لا حكم ذاتي، ما كاين حتى شي حاجه في هذه الساعه. باش نكونوا واضحين، هذه باش تعرفوها بانه هذا الشيء ما كاينش، وما كيخصكمش حتى تستعملوا يا المخزن المغربي الجيش الالكتروني المغربي في صرع الفتنه الالكترونيه. راه بركه لهذه الفكره ديال الفتنه ديال اللي كاينه في الواقع، راه بركه غير هذيك اللي دايرين هاد هما في التخويف والترهيب. بركه دابا راه ما بقيتوش بغيتو تركزوا على هاد الفتنه في الواقع، دابا نقصدونا الفتنه لان اللي عطات الثمار ديالها هو هاد الفيسبوك وهاد اليوتيوب والمواقع والمنابر اللي تتهضر وتتقول الحق وتتوصلها للراي العام والراي الدولي والراي الوطني والصغير والكبير وجميع الاحرار والحرائر اللي بغاو يعرفوا الحقيقه. اذا
ومن هذا المنبر كان عبر عن رأيي الشخصي ديالي الخاص، وعندي الحق في التعبير في دولة ديمقراطية هي اللي كتعطيني هذا الحق، لأنه ما عندكمش الحق تابعوا لي في هذا الشيء هذا، لأنه من الديمقراطية ديال هذه الدولة هذه هي أنه كاينة حرية التعبير، وكاينة الصحافة هي السلطة الرابعة وتفضح جميع الفاسدين والمفسدين، تيمشيو تيستقلوا من المناصب ديالهم، تيستقلوا من المسائل ديالهم، وتيجيو تحاكموا وتيتشوهوا، مع ما تيكون عندهم شي مستقبل سياسي ولا مستقبل مجتمع، تيكون مشى لمزبلة التاريخ. ولكن مع الأسف حنا المنابر اللي تتهضر تتقول لكم اللهم هذا منكر راه كاين النهب، اللهم هذا منكر راه كاينه الروينه، اللهم هذا منكر راه كاينه السرقه، اللهم هذا منكر راه كاينه عصابه في الدوله، راه واش هذا الملك تيشوف ولا ما تيشوفش، واش عنده نظاظر ولا ما عندوش نظاظر، واش امير مؤمن ولا ماشي امير مؤمنين، واش كيحكم ولا ما كيحكمش، راينا المحكمه وهاد الاعتقالات وهاد الروينه وهاد الوكيل العام للملك والقضاء والروينه والمنظومه، هاد الشيء كامل تيكون باسم الملك. الى هادشي كامل باسم الملك، لان الملك تتحمل مسؤوليه في هادشي هادي كامل، يعني هاد الاوضاع هادي وهاد القلاقل والاضطرابات اللي كاينه في المغرب حاليا، هو اللي تتحمل مسؤوليه بحكم انه الملك يحكم ويسود، لان مازال ما وصلناش حنا المغرب الملكيه البرلمانيه، باش نكونوا واضحين. اذا هذه اشياء اللي هي بعيده جدا، ما دخلوش الملكيه البرلمانيه ولا الروينه ولا داك الشيء، حنا تنهضروا على الناس، الشعب هذا باغي حقه، باغي مواطنه، وباغي هذاك الشيء اللي تقولوا التنميه البشريه، المخطط الخماسي، المخطط السداسي، الازرق، الاخضر، الفلاحه، الروينه، السينما، المعرض الوطني للفلاحه، المعرض الوطني للسياحه، بغينا نشوفوا هذاك الشيء. التأثير هذاك الشيء واش هذاك هو إعلام بروباغندا للملكية بأنه تقوم بالتنمية البشرية ما كاينه والو، أو لك كاينه شي حاجة المغرب ما تدير شي حاجة، راه تيجيو من برا تيستثمروا في المغرب باش يديروا الفساد، يديروا داك الشيء كذا، لأن المغرب عطاهم فتح لهم الباب، لأن المغرب عامر بالكريدي تا لهنا، لأن الملك تيقول لك أسيدي فينا هي هاد الثروة، وهذا الملك اللي كيبقى يصرف هاد 2500 مليار على الميزانية ديال القصورة والروينة وداك المتاحف والروينة، ايوا خلينا هاد 50 سيدي ما بقاش حنا نصرفوا على هذا، نصرفوا غير على واحد القصر، ما نصرفوش على هذيك القصورة ديال المغرب كامل. اذا ها هو غادي يساهم معانا، اوكي ها هو ساهم معانا في هاد 5 سنين، ما غاديش 2500 مليار سنتيم، هاديك 2500 ضربوها في 5 سنين، وهاديك غادي نديرو بيها خير والبركة، يعطيني غير 5 سنين، يستعمل غير واحد القصر يعيش به ونعملو لينا الإسراف حرام في الإسلام، بحال اللي كنعرفو حنا الإسراف حرام، إلا أنت أمير المؤمنين محمد السادس هو راه الإسراف حرام، لأن ليس ماشي مع عمر بن الخطاب اللي هو أمير المؤمنين ديال بصح، خلينا ديال الكذوب ديال هذاك الشيء ديال السحارات والخواتم وروينه. انا كنهضر هنا المنطق الواقع خصك تجاوبنا، لان دابا انت تحت المجهر محمد السادس، لانه انت تتحكم ماشي بحال ملكة بريطانيا ولا في هولندا ولا شي حاجه، راه انت تتحكم، لان كلشي تيجي بسميتك، الاعتقال بسميتك، الحكومه بسميتك، التعيين بسميتك، السكر بسميتك، المرجان بسميتك، المغرب كامل بسميتك. محمد هذا الشيء هذا راه واضح. اذا الى نتوما تاع عندكم شي حاجه شي العقل اللي تيدير السياسه، علاش تتقلبوا دابا هاد تبقى ديرونا تما داك الزروطه والهرماكه في الحسيمه وفي الناظور تتقمعوا دابا وزايدين تما كدا، علاش علاش راه حنا ما غاديش نوضوا، ما غاديش نديروا حنا 58 59، اللي حنا ما غاديش نهرسوا ديك السلميه ديال 8 شهور، دابا حنا غادي 8 شهور، راه تي من تندعوا كان عصيان مدني، كان عصيان مدني اللي هو سلمي في اداء الفواتير، في عدم اداء الضرائب، في عدم المسائل اللي هي سلميه، ما غاديش نخرجوا حنا غادي نضربوا في الشرطه ونضربوا في كذا كذا، حنا مسالمين وديمقراطيين و8 شهور، وكاين معتقلين سياسيين عندكم تقريبا 70 واحد، وانتم في هذاك أماكن احتجاز العار اللي هما ضحية ديال هاد السلمية،
وبارك علينا غير هذوك اللي معتقلين دابا في هاد الضحيه ديال هاد السلميه ديال 8 شهور. هنا تطرح السؤال، تطرح السؤال الرأي الدولي، تتسأل الحكومة الدولية اللي تتعاملوا معها في الاتحاد الأوروبي، وتبقى تدوخوها راه كاين عندكم الإرهاب، راه دابا الإرهاب الانفصاليين هادوك راه تيعطيو السموم ديال الحركة وكذا، وتيعطيو السموم الحراك الشعبي والتنسيقيات اللي خارجة دابا بهذيك القوة، ما خرجتهاش حتى شي منظمة ولا حركة عندها فكر ولا ايديولوجيا انفصالية ولا ديال الاستقلال. خرجت لان تتشوف خوتها وخواتاتها ويمتها والوالدين تاعهم والعائله تاعهم تيتعذبوا وتيتعتقلوا، والدير تاعهم تيهرسوها المخزن فهمتيني، وتيهدد وتيطلع المهم كيشوفوا داك الشيء مراضي. كاينه تقريبا 3 مليون هنا في اوروبا في دياسبورا ديال الريف الكبير مراضين، ومنهم انا تتحرقني هاد الجهاد اليوم، تتحرقني مني انا الارهاق النفسي وما كنعسو شاي لا ستريس. دابا حاليا انا في لندن هنا في داكشي اللي واقع فيه دابا الارهاب، وقع دابا ثلاثة ديال وقع الروينة هنا في لندن، انا في العاصمة 3 كيلومتر من عندي انا. هي هو دابا واش غتلاقوا مع الارهاب؟ واش تلاقوا مع الارهاب ديال الدولة؟ واش تلاقوا مع داعش؟ واش تلاقوا مع العياشة؟ واش تلاقوا مع كذا؟ حنا راه دابا حنا غير انسان، هاد الانسان هي اللي حنا خارجين عليها وكان ندير عليها السلميه وتعتقلوا فيها المناضلين اللي هما احرار وحرائر اللي هما تيضربوا كذا في جميع المدن المغربيه اللي هما تيتضامنوا معانا وتضمنت جميع الاحزاب ومنظمات الحقوقيه العالميه. وان شاء الله غتنزل عليكم الامم المتحده والمحكمه الجنائيه الدوليه ان شاء الله بمفاجات ساره لهاد الناس اللي كذا، باش تاخذ الحق في الحق ديالكم ان شاء الله. كاينه اجراءات ان شاء الله وسنقوم باعلانها ان شاء الله عما قريب، لان هناك ما هو خصوصي، لانه ان شاء الله عندما تنتهي هذه الاجراءات والمسائل اللي متعلقه بهذا الملف سنقوم باعلانها ان شاء الله. اذا فقط اقول للمغاربه، إخواني أخواتي المغاربة، حنا ما عندنا لا الانفصال، ما عندنا لا الاستقلال، وما عندنا لا حكم ذاتي. راه حنا خارجين وغوتنا نهار الأول هاد الشيء، هذا راه جابوا لنا الموت ديال باش نرجعوا للقصة الأولى. علاش خرج المغرب كامل وخرجت أوروبا كاملة والإعلام الدولي كامل بهاد 7 شهور هادي؟ علاش؟ علاش خرج؟ اخواتي المغاربة، اخواني المغاربة، خرجوا على الموت ديال محسن فكري الشهيد الله يرحمه ويوسع عليه. اذا هاد السيد هذا الطريقة اللي مات بها، اللي عرفنا بان اصطفيت جاب داك حوت بوسيف وجابته في اصطفيت وجابته حدا المحكمة الابتدائية في موقع باشا، وصطف في عباد الله. اولا نرجعوا للموضوع، ما خصناش تبعوا الدوله والاجنده المخابرات ديال الدوله وداكشي اللي كتبقى تلعب لكم تما في العقول ديالكم بشي مسائل خطير وما كايناش كاع. هذاك الشيء راه مغالطات وتضليل من الدوله ومن المخزن لكم اخواتي المغاربه، خصكم تعرفوا الحقيقه. حنا مولين الارض ومولين عارفين الحقيقه، حنا تنعطيكم تنوير، تنعطيكم حقيقة ديال هادشي اللي واقع، لا كرونولوجي الأحداث اللي بدات فيها الحسيمة. رغم أن هاد الحسيمة هادي ولا الناظور والمنطقة ديال الريف كامل مهمشة هادي 60 عام، وتصوروا إخواني المغاربة أن هاد المنطقة هادي 60 عام هي مهمشة اقتصاديا ماليا، ورغم أن المنطقة هي اللي تدخل الفلوس وتتعاون بها الميزانية ديال الدولة، هي العملة الصعبة. 3 مليون مهاجر من هاد المنطقة هادي عايش في أوروبا من الخمسينات، من سنوات ديال الخمسينات، خارجة باش تخدم على المغرب، ما جات شاي، ما خدمات شاي على الريف، ما قاتلو شاي، لا داك الفلوس يبقاو تما، لا صردوها من الريف ومن الريف داوها للرباط وكدا وصنعو وكدا وكدا، باش هاد الريف هذا راه ساهم في التنمية ديال المغرب، هاد الريف هذا ساهم في الوحدة الترابية ديال المغرب، هاد الريف هذا ساهم في هاد الملكية وهاد الشيء اللي عندهم. ولكن ما تيخصكم شيء يعطيكم مغالطات وتضليلات على ان هذا الريف هذا راه بؤره سوداء
لأن تم اعتقال بعض الجهاديين من مليلية والنواحي الناظور كذا، لأن هذه بؤرة سوداء، المغرب الإسلامي كذا، في تيكي ديال الإرهاب. هذه فقط لعبة ديال الخيام، هو اللي تيلعب بها باش يخدم بجوال الجهاز ديالو. إذا أنا تنشوفوا بزاف ديال الأشياء تتلعب وبتنسيق مع القنوات ديال الدوزيام والأولى وبعض الجمعيات الحقوقية الممخزنة، ماشي كاملة جميعها، هي كاين واحد المجموعة، والأحزاب السياسية حدث ولا حرج. أوكي، إذا مادام أن المخزن تيشوف ان لانترميديير اللي عنده مع الشعب شكون هو، هاد اللي تيدير الوساطه، لي زانترميديير اللي تيديروا الوساطه مع الشعب شكون هما؟ اخواني اخواتي المغاربه، هما هذاك الاحزاب السياسيه او لا يسمى بالدكاكين السياسيه، بحال اللي قالنا المعتقل الرفيق ناصر الزفزافي، والله يفك سراحه في هذا الشهر ان شاء الله. قولوا امين واطلبوا له ان شاء الله، ان شاء الله جميع بهم كاملين بهم باش يطلقوا سراحهم، لانه هادوك خرجوا باش يغوتوا عليكم المغاربه، هادوك الناس خرجوا باش يغوتوا عليكم المغاربه باش يطالبوا ما يسمى بالمواطنه. هذا هي الخلاصه علاش خرجوا، باش غتكون عندنا واحد المواطنه في المغرب هي مواطنه لا سيتويانيتي، باسكو ديتر ان سيتويان il faut d'avoir les conditions d'être un citoyen. راه كاينه شروط باش انسان يكون مواطن، شنو هي هاد الشروط اخواني المغاربه؟ راه ماشي لا كارت ناسيونال ولا باسبور ولا الفيزا ولا كذا، هي الانسان اللي غيعيش في المغرب يعيش انه تيحس بانه بعد انسان مواطن. علاش تيكون هو مكارانتي بانه الحياه ديالو غتكون مكارانتي بانه غتكون عنده مستشفى غتشفيه، ونهار اللي غيوقف على المستشفى غيلقاه، ونهار اللي غيوقف على التقاعد غيلقاه، ونهار اللي غيوقف على شي نهار اللي غادي يكون شي واحد يكون مثلا يعني كاين والو. اذا انا هادشي اللي تنقول لكم المغاربه ديالنا، نوضو نوضو، وديما كنقول لكم نوضو، لاننا حنا درنا المبادره باش حنا نقولوا له بغينا هاد المواطنه لهاد المغاربه، خصهم الانسانيه، خصهم المواطنه، راه ماشي خصنا الحكومه، زيد تجيب الحكومه، البرلمان، المستشارين، اللي جال واللي جال ما داروا والو، ووقف هذاك الشيء. علاش كتخسروا الفلوس في هذاك الشيء كامل؟ عطيونا هذاك الفلوس، احنا عارفين فين غادي نديروا، لا لجنه لا لجنه لا لجينه لا رباعيه ولا خماسيه، جيبوا الناس تصرف هذاك الشيء اللي ما هي حيوي، وتصرفوا في اللي ما هي التنميه الانسانيه، ماشي التنميه البشريه، ديروا التنميه الانسانيه، تحاربوا الاميه، تحاربوا الفساد، الرشوه، الريع، جلوا على ديك العائلات اللي تتشفر من الدوله، هيئات حقوقيه كبيره من اجل في مشات الصفقات في كذا فوقاش كذا، واش تعاقب ولا ما تعاقبش كذا، لانه هذا كيغطي على هذا. احنا شنو بغينا؟ علاش خرجنا 7 شهور وحنا تنطالبوا بهذا الشيء هذا في التغيير؟ تغيير تغيير باش انسان ما غاديش يكون محقور في بلاده، ما غاديش يكون عنده هذيك انه مواطن مغربي، لا بقى دائما يفكر متشائم، لا خص يكون متفائل في بلاده. ولكن باش تكون متفائل وتكون عندك حقوق ديالك باش تكون مواطن وانسان في بلادك، شنو تيخص؟ تيخص باش تنوض، باش تحارب هذيك الاحزاب السياسيه، نقلبوا على ديك الاحزاب السياسيه اللي تكذبوا عليكم هذه 60 عام، نقلبوا على داك اللي عندكم في الجماعات المحليه اللي كيطبلوا عليكم ودايرين عليكم الملايين وتتسالاو بيكم في الجماعه القرويه بالبي ام دبليو وداك الشيء وكذا وهذا. ها الفساد، هذا الشيء تنقولوا للملك، حتى هو راه باش حتى هو خصو هذا الشيء هذا يوصل له، راه تنقولوا له دائما ما بقاوش نعاودوا الهضره، راه ماشي زعما كتشوف هاد البلبله طالعه طالعه من بعد غتخرج علينا، غتجي الحسيمه ولا الناظور ولا بركان ولا طنجة ولا كادو غتهود وصافي، تقول له صافي هادوك راه دابا رمضان العواشر غنخرجهم، ومن بعد صافي غادي انا غادي يصفقوا لي يقول لي على الشعب صافي شنو كاينه تما، صافي هادشي اللي بغيتو هو هذاك، صافي راه الملك الوطنيه، عاش الملك. اسيدي لا بغيتي ندورو نقولو لك عاش الملك ونحترموك
ونعطيو لك القيمة ديالك، حتى احترمنا وعطينا القيمة ديالنا، حتى حنا حتى الشعب تيعيش في هذا الوطن اللي تيبغي الوطنة. ما بغيناش شي حنا نكونوا تنطبلوا وحنايا حنا ماشي متملقين، ما فيناش التملك، ما فيناش النفاق. الى حاجة انا تنضر كنشوف راسي انا نضر فيها وتشوفني انا عاد كتزيد فيا، هذا انت راسك في الظلم. اذا انت لا ما قادش يعيب بينا وتحكم وكذا، اعلن على هذا الشيء للناس، قولها للشعب، قول له اسيدي انا راه اهو ما نقدرش انا نحكم، كيحكم الهيمة، وهذا باش نعرفوها، باش نعرفوا، لان هذوك عصابة، هذوك راه ماشي الناس اللي تيجيروا الدولة، هذوك الكهوليك، هذوك مبليين بالنفحة، لا جوج بيهم، هذوك اللي معاك تما هذوك راه مبليين بالشراب وكذا وشي حاجة بلا ما نقولوها، هذوك ما غاديش يسيروا الدولة، راه تيسيروا الدولة. شوف شنو واقع، لأن أنت مريض ما عرفش شنو واقع، تشرب لك باسيا دي ديبريسيون كتحطك شوية ما تعرفش شنو واقع، راه خصك غير الراحة. هذاك الشيء عطاك ربي، هذاك عطاك التسارة باش تمشي لإفريقيا وكذا، كتستغل الناس كذا كذا، راه كتمشي تحضر هنا، كتصعد هنا، راه عاطي مليار هنا، عاطي 2 مليار في السودان كذا، حنا راه متبعين هذاك الشيء، حنا راه ما كنرتعوش، سمعنا حنا يا سي الأمير المؤمنين. اذا باش ما نمشوش بعيد في هذا العصابه، راه تعرفوا العصابه راه كشفت عن الحقيقه ديالها. اذا اللي كنقول للاخوان اخواتي فيما كنتم، بان الحراك الشعبيه تمدد في اوروبا بصيغه فنيه جميله، يعني واحد سلميه. اذا تيقولوا كيفاش هادو خارجين هنا سلميه، وحاولوا اليوم واحد مجموعة من العياشات، واحد الراية كبيرة، شي 6 ديال العائلات، جي 3 ديال الدراري وجوج كذا، عاش الملك، الله، الوطن كذا، وحشموا بينا تما، وجاو اعتقلوا واحد تما في برشلونة. راه حنا خارجين عليكم، علاش غتجيب لي ديك الرايه ولا كذا؟ اجي يا سيدي، اجي اجي انت، وكون كنتي عندك الحقوق ديالك وعندك المواطنه ديالك يا اخي، اللي كتقول لي عاش الوطن عاش الملك، ابقى في الوطن ديالك اح الحبيب ديالي، ما تجيش تجيب الرايه وفي اسبانيا تقول له انا عاش الوطن، وتتبتز واحد 8000 10000 واحد وتحكط عليك، واسبانيا وتضحكوا عليكم. واش هاد العياشة وصلت؟ باش ما عندها شي عقل ولا ما عندها شي؟ راه حنا راه تندافعو عليكم يا ايتها العياشة، راه تندافعو عليكم باش غادي تكون عندكم تكونوا انسان، باش تكون عندك القيمة. راه مازال العياشي ولا الا العياشي، راه مازال ما عندك مو قيمة. الا راه عندك شي قيمة دابا راه غير مؤقتة، لان تتمعش من المخزن، وب50 درهم ولا 100 درهم ولا 200 درهم، فهمتيني؟ اذا ما غنمشيو شايف هاد بين قوس العياشي، غنجيبو المستجدة ديال ناصر الزفزافي. اخواني اخواتي، كما لاحظتوا بان كاين مجموعه من التصريحات اللي جات من هيئه الدفاع ديال المعتقل والمعتقل الاخرين ديال الحراك الشعبي ديال الريف، طلعتوا بان كاين مجموعه من التصريحات، اللي هي تصريحات كاينه تصريحات ورديه نصف ورديه وحقيقيه، وكاين تصريحات اللي بدات شويه فيها شويه ما هو وردي وبعد ذلك ما هو اسوأ. اذا باش نخرجوا بخلاصه من هاد التصريحات ديال كل شيء، هذا هو ان من خلال ما خرجت من مجموعه من التصريحات، خرجت بخلاصه بان كما قلت سابق في التسجيلات ديالي اللي قلت في بعض الفيديوهات اللي قلت بها سابقا، قلت بانه في اثناء الاعتقال ديال ناصر الزفزافي الرفيق ديال المعتقل، انه تم تعنيفه اثناء الاعتقال، وقاموا بضربه وكذا، وكان هادشي قلته لذاك المره. إذا أكدوا المحامي اليوم على أنه هو اللي أكد بنفسه وبشخصه، لأنه تم الزيارة ديالو المحكمة ديال ما يسمى المقر ديال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في كازا في الدار البيضاء. إذا مشاو داروا معاه لقاءات، كاين مجموعة من المحامين اللي عندهم الحق اللي خداو الإيد من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. إذن
هنا ناصر الزفزافي تيقول بانه استفزوه في الاعتقال ديالو في التوقيف ديالو ولا في اثناء الاختطاف ديالو، عفوا اختطاف ماشي اعتقال. المهم هنا تنشوفوا بانه اختطفوه وحشكم، داروا له تقاشر في الريحه وكذا في المناخرو في هذا استفزازان كذا، هذه تطان بعض ما يسمى باساليب ولا لغه ساقطه للسب والقذف لا داعي لذكرها. إذا هي فقط أساليب معروفة للمخزن المغربي، يعني معروفة للجميع ولا داعي لذكرها، فقط هي مجموعة من الأساليب التي قامت بها هذه الفرقة الوطنية أو عناصر الشرطة الخاصة للفرقة الوطنية، وما يتبرؤون من هذا كما سمعت في التصريحات يتبرؤون بأن في الفرقة الوطنية في المركز أنه عملوه بطريقة سليمة وكذا وكذا، وإنني أشك في ذلك لأنني أعرف المغاربة الذين يشتغلون في هذا المركز، نيتهم وطريقة تحقيقاتهم مع المعتقلين والمختطفين. إذا كان ذلك التصريحات التي خرج بها السنديد ناصر الزفزافي هي تصريحات يعني كانت تحت التهديدات، لأنه ربما لأنه لا نشك في ذلك، وإنما قام بإبلاغ هيئة الدفاع على أساس أنه قامت هذه الأخيرة بتعنيفه واستعمال اللغة الساقطة كذا كذا كذا. إذا سننتظر، إذا السؤال الذي سيطرح نفسه، وهنا ما شفت شيء، هيئة الدفاع ديال الصنديد ومعتقلين آخرين اللي كاينين في وجدي في الدار البيضاء، ما نقدرش نذكر الأسماء ديالهم كاملين، وعلاش غادي تدير الفرقة الوطنية للشرطة القضائية غادي تديه القاضي ديال المحكمة ديال الاستئناف ديال الدار البيضاء؟ واش علاش ما كايناش محكمة الاستئناف في الحسيمة؟ هنا السؤال اللي خصنا نعرف انا ولا خص تعرفوا يعرف الرأي الوطني والدولي الاخوان ديالنا اللي كاينين في الدياسبورا، هو انه واش لان اللي لا جابوه، لان اش غيوقع بحال اللي داروا محمد معتقل الصنطيط محمد جلول والاخرين ما عقلتش على اسم ديالهم، جابوهم حتى الكازا حتى الحسيمه داوهم حتى الكازا سولوهم طلعوا هود وكذا، جابوهم علاش جابوهم حتى الحسيمه؟ الحسيمه تتقول مع عدم الاختصاص. اذا فين غيردوا هاد الناس هادو؟ غيجرجروهم غيديروهم حتى للدار البيضاء اوكي، وفين غيديوهم؟ غيديوهم لمحكمة الاستئناف اللي هي بحال ديال الحزيمة تما في الدار البيضاء، وتا هي غتقول لهم انا ما عنديش الاختصاص. ودابا فين غادي يبقى تجرجرون هذا الاعتقال؟ اعتقلتهم، الاختطاف اختطفتهم دابا، وتجرجر عليا اش دابا؟ جرجر ليا وجرجر هنايا، ما فهمتش انا يعني. وتجرجر ماشي بسطافيطة، تجرجر بالهليكوبتر، هليكوبتر باش تجي من كازا حتى الحسيمة راه مصيبة ديال الفلوس، راه فلوس ديال الشعب، واش تدي عاود حتى لكازا راه مصيبة ديال الفلوس، هو داك الفلوس حنا راه هي علاش خرجنا 8 شهور السلمية باش نقتصدوا، ماشي باش نزيدوا في العصابة تدات، فهمتيني ولا لا؟ إذا هاد جرجير دابا، هاد جرجر للحسيمة وجرجر للدار البيضاء، هادي راه لا نافيت. دابا قول لنا شنو كاينه هاد المحامين دابا لهيئة الدفاع اللي فيها دابا 600 ولا 1000؟ راه سبحان الله اي حاجه في المغرب فيها يتم مخزنتها، حتى هاد الهيئة الدفاع فيها المخزن قام بمخزنة هاد الدفاع بطريقة أو بأخرى، وبعض السلوقيين المحاميون السلوقيين المعروفين القادرين في الميدان الحقوقي مع كامل احتراماتي للهيئة يعني المحامين الآخرون. إذا ما مشيو شايف هذا الاتجاه ديال مولانا هذا الشيء فساد كاين في سرطان، هذا الفساد راه سرطان، راه مشى في الدرجة الرابعة وصل المغرب. إذا هنا تنسألوا هذا الهيئة الدفاع دابا نهار الاثنين غادي يجيبونا ناصر، غادي يجيبوا معاه الإخوان آخرين، غادي يجيبوهم الحسيمة، غادي يخليو حدا القاضي كذا محكمة شي الاختصاص عدم الاختصاص.
اعطيهم بلاغ للنيابه العامه كذا، اتجي الشرطه الوطنيه، اتجي بلاغ، هذا غادي ترونسفير لكازا عاود، سير لكازا، ايوا دير كازا عاود، ناصر عاود، دير لنا هذا. اذا اعطيونا معطيات وضحوا لنا شنو كاينه تم، واش هذيك محكمه ولا براكه، واش هذيك قضاء ولا صندوق، واش كاين شي مؤسسات ولا كاين عاق كور وعطي المعور. راه دابا راه الهفوه ديال الحقوق، ها ورقه ديال حقوق الانسان، المقصد يفضح راسو ما تيعقش بها، ها الورقه ديال حقوق الانسان، ها الورقه ديال القضاء، ورقه ديال الاعتقال، ورقه ديال ما عرفتيش حاجه ديال الهفوات، لي بوان فيبل دابا اللي بينات المخزن وما عيقش. الملاهي يهزها الماكا والزروطه تيجري على بنادم، تيهرس المبقاش تيجري على بنادم. دابا ما فهمتش، تيبقى يهز على تيدخل عباد الله، راه في ام زوران وبعض المناطق تما الاخوان اخواتي المغاربه، راه تيرعبوا الناس، تيمشيو وراه حنا ما تنسيبو عليهم ني قراي ني حجر. الناس كبار ونساء تدخل في الوسط، يقولوا لك سلميه سلميه سلميه، هما اش تيديروا؟ تيخلوا حتى الناس تمشي تتسحر ولا تمشي تفطر كذا، وما تيدخل عليهم بالبروتكانات الزدراف. او واش بنادم هادي؟ واش دوله؟ واش فرقة خاصة ديال الموساد؟ واش فرقة خاصة ديال داعش؟ واش فرقة خاصة ديال جو سي با ديال بوليزاريو؟ واش فرقة خاصة ديال الدولة؟ باش نعرفوا هاد شكون، واش كيلبسوهم الحوايج وغاديين كيبقى، لأن احنا راه ما غاديش نوضو، ما غاديش نوضو، حنا ما نديروش، ما نديرو لي فوضى لي والو، ما كاين لي الثورة ني الثورة لا ريفولوسيون، ما كاين حتى شي حاجة. السلمية ثم السلمية ثم السلمية، سنحافظ على السلمية، وما نخليو حتى شي واحد يركب على هذا الحراك الشعبي، ولو حركة انفصالية ولا استقلالية ولا شي، ما أي ديولوجية، لأن دابا الحراك الشعبي خرج على من حقوقي، ولازم نستمروا في السلمية ديالنا باش غادي نحققوا الملف ديالنا. الا كان شي استقلال ولا شي حكم ذاتي ولا شي حاجه، الا كان شي حاجه يمشي شي واحد يبني هذاك الشيء ولا يعمل هذاك الشيء وكذا كذا، ومن بعد غاجي كذا. ما بقاوش نخلطوا شعبان مع رمضان، وحنا دابا حنا ها معتقلين، ها ملف حقوقي، ها الحراك الشعبي، ها مجموعه من بلطجيه داخله في الحراك الشعبي، وانا ماشي تما. اذا خصنا نكونوا واضحين الاخوان الاخوات، حنا راه ما كاينه والو من هذا الشيء هذا، وهذوك اللي تيعطي لكم، هذوك اللي جايين دابا المارز دايرين تما، هذوك اسم البغال وعقول العصافير، تنعرفكم بواحد بواحد. واش الدراري طنجة نتوما ممثلين في بيريكولا فيلم امريكي، اوكي انا نقول لك شمن الفيلم هذاك، اوكي، وعارف شكون اللي داك في كاستين، اوكي، هذاك راه خاوي، راه ما فيك والو. الا تينا كتخرج كتقول له انا رمي بدو بدو، زعما انتم علاش؟ لان مع الاسف بيغال، وكان عندكم عقل ومنطق كذا، هاد الناس هادو كنتو كتفكر علاش خارجين هاد الناس 7 شهور وما تيطالبوا، علاش تينفصلوا؟ بغا ينفصلوا؟ لا، ما كانوا تيصلوا، ما عندهم شي سلاح، ما عندهم شي حزب محلي تما تدعو من الانفصال، ما كاينش شي حاجه في اوروبا كتقول لهم الانفصال. اذا قالت خرجوا باش تاديك انت، باش تكون مزيان وتكون عندك طوموبيل، انت تكون عندك الكونت في البنكه، وتكون ممثل، يعني يكون عندك هوليود هنا في المغرب، انت تعيش في دوله ديمقراطيه فيها حقوق الانسان، وعندك برلمان مزيان، وتخرج ولادك للسينما، وتخرج كذا، ماشي بقى تضرب لي انا البروتين، وتضرب لي انا انجكشن تما، وتبقى تنفخ عليا تما بحال البغل، وتقول لي انا ندير لك وما دير لك وما دير لك. اللي كيقول ندير لك ولا ما دير لك وما كيدير، ما كيقولهاش، لان هادشي حنا هاد الريف هذا حنا ما قلنا لا غنديرو ولا غنهجمو ولا غنفصلو، مازال ما قلنا حتى كلمه، لان حتى انا اللي غنقولو حنا كلمه تما عاد جيت تنتينا تقول انت كلمه ديالك، ما تبقاش تقصقص وتبلبل وتبقى تنقز من المقله. اوكي، سير تريني، هز الحديد ديالك وسير جمع 100 درهم باش تشري بروتين، راه بزاف عليك الرجال انت. اوكي، الملاحظه اخواني اخواتي اللي هي اعطتني مجموعه من الشكوك، وخلقتني نسال مجموعه من الاسئله، ونتصل مجموعه من الاصدقاء باش ناخذ الراي ديالهم، وهو الصنديد نبيل احمجيق. انا تنقول العائله ديالو، لان انا كنقول له في مشهد السيد نبيل احمجيق، لانه
حتى هو بالعائلة، من حقه يسول عليه، لأن لاحظ في الفيديو اللي كيعمل كان لاحظ بأنه فيه دقيقة و39 ثانية، والفيديو الثاني أنا غير دابا كنحلل، راه ماشي زعما الفيديو الأول كميسيتا تيشيرت كحل في نفس البيت نفس الصورة تما، ومن تما عاود تنشوفو نصر الزفزافي تيشيرت كحل وكان نفس الصور هذاك نفس البلاصة. إذن هنا تطرحوا السؤال، هذاك جوج فيديوز اللي عمل الآخرين قال لكم السلمية ما السلمية ما السلمية، كان مرعوب، كان يعني فيه يعني تحت شي حاجة، وإنما هو كان يعطي الخطة بطريقة هذا. إذا هنا تنقول له أنا واش هادو اختطفوه، واش كاين شي اعتقال متكاتل اعتقال داوه. إذا أنا تنسأل العائلة ديالو إلا عندهم إخبار بأنه في مكان آمن، تحنا خصنا نعرفوا واش آمن ولا ماشي آمن، لأن هذاك ملك الحراك الشعبي، ولازم في الحراك الشعبي احنا قواعد نعرفوا فينا هما الإخوان ديالنا والأخوات ديالنا. إلا هو باقي آمن وباقي كاين، لأنه إلا هو عندهم خص هادي راه اختطاف، حتى حنا خصنا نعرفوا فينا هو هاد السيد هذا، واش داوه، لأن ما عارفينش فيه هو هاد السيد هذا. إلا أنا أب واحد اللي ما عارفش، لأن خصنا نعرفوا هاد الحقيقة هادي. كاين بزاف ديال الإخوان اللي هما ما عندهم حتى علاقة بالحراك الشعبي، العلاقة اللي جمعتهم بالحراك الشعبي هو فقط يوصلوا رسالة إعلامية عن طريق مواقع محلية جهوية في المنطقة كاريف 24 وكان مجموعة من المواقع الأخرى لا يمكن أن أتذكرها، تم قمعهم وتهديدهم وتخوينهم لأنهم يساهمون في بروباغندا الحراك وإعلام المباشر للرأي الدولي على ما يقع وكذا، وهو الإعلام نورمالمون تيكون هو نوتخ كيوصل، لأن القنوات الرسمية ما كتوصل شيء، ما كتكون شايف العين ما كان باش توصل هذاك الشيء الرأي الدولي الوطني. إذا قامت بما قام القناة الأولى والثانية ديال الدولة. إذا هاد الناس هادو فينا هما؟ أتساءل الناس هادو إلا كانوا عندهم مذكرة اعتقال يقولوا لنا هاد مذكرة الاعتقال الأسماء ديالهم باش نعرفوهم إلا كاين شي واحد باش حنا نسلموا راسنا، احنا ما كتخبعوا شيء. إلا هاد الدولة هادي عندها شي لائحة اعتقال المعتقلين اللي تتقول بأن عندها 345 معتقل، وتتقول له راه 102 منها راه كيعيشوا في أوروبا، راه لازم تقول لنا هاد الشيء هذا. راه الدولة راه عندها مؤسسات، وعندنا ما بقاش احنا ان تبقى تهدد ونتهد بقى دير لنا التهديد وداك الشيء ديال كذا، راه داك الشيء ما بقاش. هاي الا كاين شي لائحة ديال المعتقلين وبالاسماء وفين عايشين كذا، عطيونا داك الشيء وباش نعرفوا حنايا الاحمر من الابيض، ما بقاش احنا بقى نتخيلوا اشاعات من هنا ومن هنا وكتبقى تضلوا في الشعب المغربي هذه حقيقه هذه ماشي حقيقه هذه لا، ما كاينش هذا الشيء كامل. المغاربه ما كاينش هذا الشيء، هذا الدوله كتخلق وكت خلقها واحد النوع ديال الجيش الالكتروني، تيدخلوا المواقع وتيكتبوا عاشر وطن كذا وسبوا في هذا ويجيو الاخر تيعيطوا عندهم كونيكشن، يعني هذه هي الخدمه ديالهم. اوكي، لانه عطات الثمار هذا الشيء اللي المواقع اللي تتساند الحراك الشعبي في ايصال الرساله ديالهم الى العالم، ومجموعه من الاشياء تتعلق بهذا الشيء ديال الاعلام، سي الدوله تتحاول باش تقزيم ديالها ودير لهم كشوه في الرويضه ما يوصلوش الرساله ديالها. اذا حنا تنقوموا من هنا من الناس ديال الدياسبوره تنقوموا بمجهودات اللي هي مجهودات جماعيه مع الاخوان الاحرار والحرائر بمسائل هي الحمد لله تنديروا اللازم، فهمتيني؟ وانما بحال محمد الاصرحي تتساءل فيه، وانت هو محمد الاصرحي مول الموقع ديال ريف 24 هذا كيدير اعلام دائما تيحضر مع الزياره ديال الدوله المسار الخارجي ديالها مع العامل مع كذا، تيصور تعطي هذاك الشيء في المواقع ديالو، كان هو صحيح. وفين هو فين على هذا التخويف، هذا التخوين ورمضان، فين هما هاد الناس هادو؟ اذا الاخوان هذا راه ارهاب، إرهاب إن كان ليس بالأسلحة ولا بالهذا، إرهاب نفسي، إرهاب نفسي وهو الأسوأ.
انسان تعيش واحد الارهاب نفسي، تعيش واحد الظلم نفسي، واحد وكذا، ها مخبعه وكذا، ها رمضان، ها الماكله والو، ها التركيز والو. انسان غادي يقتلوه غير بالخوف، يقتلوه بالمسائل اللي هي لا ديبرسيون، لا ستريس، تو فوا. المسائل هذه خص الدوله تحيد منها، لانها ماشي اساليب ديال الاعتقالات. اللي كاين شي لائحه طعنها الدوله وغتمشي للضيور ديالهم وتقول لهم ها رساله، هي انا كنقلبوا على هذا السيد هذا باش هما يفكر ويهضر مع العائله ديالو ويجي يسلم راسو. ماشي بقى هذه مخبعه، هذا مخبع، ولا هذا تينا كذا كذا، وشي واحد بقى يجري كوميساري كيصور كيقول لك يخرج. انا فهمتيني؟ اذا فقط لي فقط اسماء احد اسماء المساتير كتقولنا بان الاصرحي معتقل. اذا الاصرحي حتى هو معتقل، هذه ماشي مصيبه، هذه صحفي تيصور تيكتب تيوصل كذا، اش من الذنب ديالو هو؟ واش هاد الحراك الشعبي حركة ثورية إرهابية؟ واش هاد الحراك الشعبي عنده قواعد، عنده أسلحة، عنده نووي؟ واش هاد الحراك الشعبي راه إلا جيتي تشوف شكون اللي كاين في الحراك الشعبي؟ كاين العيالات، وكاين الرجال، وكاين الأطفال، وكاين المعاقين، وفوالا، وكاين الإيمان. هذه كاين في الحراك الشعبي، هذاك الإيمان خرجهم، اللي عندهم شويه ديال الحشمه في الوجه خرجوا يقولوا اللهم هذا منكر، تخصنا حتى حنا نخدموه، حتى حنا بغينا هذه، بغينا هذه، بغينا هذه، ما بغينا حتى شي حاجه اخرى. اوكي، بغينا نكونوا انسان وكذا. اذا الدوله تتعتقل هاد المعتقلين وتتلهي دابا الشعب، الحراك الشعبي في الريف، في التقسيم ديالو بواحد الطريقه اللي هي غنركز عليها دائما دابا، لانه دابا خصنا نفرقعوا هاد الرمانه هذه. اذا اخواني اخواتي، غادي نسالي معكم هنا، اعطيتكم مسائل اللي هي بعض المسائل اللي تتعلق بمستجد الحراك الشعبي اللي هي في اوروبا، وقربتكم عن اوضاع ديال ناصر الزفزافي، والاختفاء ديال نبيل احمجيق، اعتقال محمد الاصريحي، بعد التدخلات الهمجية، تكسير الأبواب، نوافذ ديال البنايات كاينة في مدينة إمزورن، بني بوعياش والحسيمة، وبعض القرى الأخرى. فوالا، كاين نقطة أخيرة غنهضر بها، على نهضر بها بالريفية، مع الأسف خصني، لأن تتخص ما يسمى بتنظيمات ديال الحراك الشعبي، وباش نيدو النقط على الحروف ونهضر بها بالريفية. أمسي سعيد إخواني أخواتي المغاربة الأحرار اللي عطيتونا الوقت وسمعتوا معنا، وشكرا دائما، بقى معكم على اتصال، ونوركم وعطيكم حقق إن شاء الله. وتنقول لكم شكرا على التضامن ديالكم من كازا، من جميع المدن المغربية، اللي كلمة الحق والنهي عن الفحشاء والمنكر، و هي مسيرات للكرامة والعدالة الاجتماعية ولحقوق الإنسان والمواطنة ولدولة الإنسان. وفقط أشكركم جميعا. إذا غايت ماسي تما غاد سيوا شوي سمازيغ تي من سيوين، جواز زولدا مقران، زولدا مغناس، مرة يمغاري النار، ضيا كاز النار، يحاموش النار، ماني مجان. إذا تحاول غير نهار راه غوريضي جن تدوينة. الى خصها غاد السيور خرج من السياد، ولكن وميد غاي اللايف حاول ما امكن اضراو شويه دبلوماسيا، نضغط غير هاد لمحه غير الموضوع، وانما يمكن فهم مني ودينا الطاس من الزوال قصد سد الموضوع اللي معني اللايف المباشر ينقارو. اذا انت غايت ما زويت ما وإن هذا عزر الحراك ولا كذا، روها المساء نيشان، لأنه مادام شنيت أمس الدليل أمان تهمد بنادم غتصاص ضرباطر غتصاص ضمية غسيني قف قاتات تاتا قايد يا قيو غير لا قطع الزغط الزغط لا، ولكن نش مادام غاي الدليل وغاي ثبوتات، اللهم غتصدر السم النيروخ
قبل ما دي هو، ولكن نهار اللي راه سد السن مني، ولكن بزاف ديال بدا قلت جيبو در الوقت جيبو در الوقت، لا در الوقت ما حد عاد در الوقت. مرحلة جديدة عاد نبدا كي المرحلة الثانية الحراك الشعبي بعد الاعتقال لنا في النشطاء لنا السمنية تسبدروه بس بالتخطيط الإعلام عن طريق الأحرار أقاندني قال الحراك الشعبي يتمسوا يتما أقاندني حضان المسلمة بنوال بن عيسى ذا أي يتمسوا يتما السوارخ نوال بن عيسى ما تفل السيورة ديري واضحين قا مما يعنى مما يعنى خص السيور ونني كنشي غاشين أجي ندي سكواتي تحدى قشني نتباعث قد ما تفاد ميني غانا ول بن عيسى غا مذكر رجد حاجة تسند قناصر الزفزافي ومي راها ومثل اعتقلن قبل ما تعتقلن الجاج وصياد وضايد وصيات نيض وضايد ينش كسيخت جيخت غاي اوكي لانه نيشي سوكشي وصيات بزكاروت ومتغاض هاتش مبقيش عند ثلاثة قال حراك باش ما نوال يظهر جي شهر ان عشرة مرت عقاد خص مرت عقاد شهر ان عشرة يجي بدا الحراك الو جي شهر ان عشرة حيطاش طنعاش واحد لان الشغل ينوض التحقيق الانفستيغيشن المعلومة الدليل اوكي ما تفوق من غدا ورد ام اش متصاص امام الواقع سدالي بدا شمس قصير يسقسي ثان ام من بعد هذه التدوينه غادي من تخسر اذا ما تفن كسرو السم ديال الحراك اذا ما تجيبوش نقص ضد السم وانما غير واش ايه بدا نشم دي السكن ديال نشم القنطار ماشي مقصين ما يقوال اذا اي ما زي ما ومي غاسك شغل ميساج الناصر عن طريق لي تيليفون ني كذا خطاب اول يوض ناس قصيد ني ني ماسيج د علامة استفهام جد بين قوسين السهم ديال الحراك ناس ولكن ثني جبت بين قوسين علامة استفهام السهم ديال الحراك اش عند ريزا اسم ذكر قش موقع الى قياس قيب ضنقة تصار قد تبيعان كذا والسيشي دي 3 مليون يوداني ريفيا اقان ذات باع الحراك الشعبي يبدا لي بدا المغان سوقي شي بيلا شي كذا 3 مليون اللي فيه تباع شكون ومن بينهم ما بناش غير تباع وقاعد الحراك الشعبي ديني بدا خاص انا ولد بن عيسى خاصة تسند غاص المهم نسن حتى الماركة مني مي وذان اكتشف شحال من واحد جبد نثير شحال من واحد كشف نثير لان الحراك الشعبي اللي قال بدا قاخو من هاني نثير عاود عاود نثير قال لي اخو الحراك الشعبي ني غير من امو كسكاس امو امسليكو اغربر سمي قاس سليكو كور ورد طادرات انني وذان زي الحراك الشعبي كور رثن طادرات افراد زي الحراك الشعبي كور ورد طاغامي غير سورة زي الحراك الشعبي كور ورد طاسين ني دعجاج الحراك الشعبي ما تفهمش الحراك الشعبي هادي هو ويطيشي لان هو الغرض من المسلم انه هو ماضي يظهر الحراك الشعبي غادي وكذا وانما ان بدخل الحقيقه غاديتي ومن الصغاني غي ناصر ومتينو وقا فرانا ثني أسنق الخطة أسنق الجيت أتنسيف هالحراك الشعبي دفعت قال دفعت قال المقدمة دفع ديها كذا كلنا كذا صوا كذا نشاعس الوقت لأن خصها أنسمي كوماني لأن قبل الحراك الشعبي الحراك الشعبي قلنا نعرف يكبر وجيبون الناصر نجلون نغن مجاوين نغن وحمجيق نغن اللي يخلو فيه الحراك الشعبي وني المصير الجماعي وين نعرف شي قريب 4 مليون 3 نقطة بارا اوكي اذا نجيش لنا نوال بن عيسى هادو تفيض زريت كسيد كذا كسيد جميع على معلومات نشطة كسيد تندوريت اوكي كسيد جميع العناوين النشطاء انغام ودا من ديوشي يوشي مثلا عيصال غاز دي صورو خرى دول النيل
اسكو شو شوي العصير ما تفنسبد منايا على الحقيقة يس. عصام يشابد على ونينا وشم التليفونات نسان وشم كذا كذا اورايت. المهم وش ينام في البلان اوكي ش البلان اللي متكوشين نشعيق الزيت وما رجع قاعدين المغرب انا اول بن عيسى وما رجع قاعدين كيشعان 10 11 12 ايش انا قايد خمانه يا حتى شكون كنيرو انا قايد نحط ضي وطاون دي طاون نغر على شكون ديني حتى شكون ديني اوكي قاش لي راه كلف فصل مويه كلف فصل فساد ني البلديه كذا غير نظري لك كلف شي نظن وقعد قنديق الحراك وزمان تسلم انت انا قنديق الحراك دينا باش مديكتشفن وما تفاش بديك تشفاش ما يفضح مليح زاتي وذان مش معرة و هي المجلة التركي لنا ولا بن عيسى بارا عمد فرانسيس قومي راه السوار ديالنا تاك تلكي شبو تسيجي ميت على تلكي قال تلكي وني اش مي السقسان ديك تلكي ني اوكي المجلة التركي الفرنسية زي قط معروفة قاسكختي ودير كلشي وني ما غاتجا فرونسية تترجم العربية تترجم كذا وكتسن منين ديرو ميخان ديورا اول يوفا كيد بالصعوبه و سيتي لا فرانسيس سقساش بالفرونسي كذا كذا وفي المشكل ثاني بغا نترجم من غادي نير كذا تا 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 اوكي وشي نام د ايوا باش نترجم من ترجم من ثنيش الطريق خصنا ثنيش نبقاو وين في الملا تيش ناس الحقيقي خام شبوني تجي اورايت اذا نقام داخشف نانو يام يومين لوشام نقترحيش متقي القيادة اوكي نقترحيش اتيري طنغاه لانه اوس الزاوية او منظمات نسائية ما يوقع بشي كذا سي فيش مع القيادة انا مقاروش من تقيد راح لغا القيادة نكس دايزي فيسبوك كس دايزي ميسنجر تاري غام بدا ماني غا مخيو السابيس كذا قال لا يعني انه صافي قا اقترح خشم قا شو تجيبو غير القيادة كذا قا انا شغي نغدي سمي نموها في اطار احترام شمو خاي التاريخ شي لا الزوان شارح قبل نقامين تقد الله يهديم قا بدان رينا مزاينين كذا سق شو حاجة زي ماني اني قبل ما غنقام ستر مستر الله ولكن شمد عنود راح تقيد تمثل زعما مناصر الطابلة ستيلو مامية وق الإخوان قاليش اعتقلوا إذا هاد الناس غالي اعتقال غالي اعتقال أنا والو اعتقلت شي وغان بمذكرة اعتقال اثنين ما راه خصها غتأكد سوا ورينو إذا ما راه مذكرة اعتقال أو تيت قلت لي فيسبوك اوكي ما تصور دايما قلت لي فيسبوك علني وبدان انه وين هم مذكرين مذكره اعتقال اذا شنو قال التليفون اوكي عن طريق تلك الني انفستيغاسيون اي جننات موقع قناه لو ترونسيسون اوكي ثني 300 لا 306 المهم لو 360.com بس قال 360 ني واش زد معلومات مصادر مقربة الفرقة الوطنية ما ليش مذكرة اعتقال في حق نوال بن عيسى من زدناني الموقع ني اكسيتي مصدر تركي ان سود حتى شي اسم دين اعتقال سي سما والدين مين جاشني غالغي ولا ديك الكوميسار يخدم الاحرى نسكي بها النقد ني واش نعرف المعلومه واش ريني شي اعتقال ناس كذا كذا وانه لا حتى شي اعتقال اذا تلكين ومي غاس مصداقيه معروفه اوكي دوري الحوار بذاتي بطريقه دبلوماسيه قنوات مبادرات طمغات كذا 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 وانما زيد في كذا ولكن ومجلس ولكن ومن سنغ من تقاض من يقال الحراك الشعبي قيقطع بويكوت اني ناس تسمي قان بويكوت قطعا مرجان الناس لا غاش نجيبو لنا زون دعاه قطع مرجان الناس مثلا نش مرجان ديج نزابونا دائما مرجان اولا خطا دوضا ديكس عقد قلت لك لو تجيبو شي قال قال ماني غايت مزوج تما ماني عقد قلت لك المقال وريت لي ديني يا فرانسيس ما تجيبونش ثالث سؤال ثاني
سيدي الناس موافقان بالنسبة للاعتقاد اني كذا، الناس قيقة قلنا اجن تدخل لما غدا الداث قادو سيدها بيا ناس. اوكي السؤال شن طبغة هو قرز ما رايح مش نصدي كارابونيتا اوكي الو لا كارت ناسيونال ينم اختيري اسم ما تجي قيل الداث ينم. اذا من غادي يدير مذكرة اعتقاد ما العلاقة سيما ماك بابا قي مذكرة اعتقاد جاوب والو. اوكي ثانيا مذكرة الاعتقاد او من نان راح شم ما وضري حد شم اكيني تسند زي الحراك الشعبي تبدو كريمة من اخذ الاخوان نشطاء كذا اعطاك براحة نسمي انه خشم دي سلم دي خفينا براحة نانا مغلق وذي شي راح تعطب فال كذا دو سيد قد وريد غصداح قال لا 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 قد تضلي كذا تطب المخزني كاش الخطأ ذا قراري غاري شمشم لانه ضعيا شي الدور مري ريخ ديش شين الشخصية النظر يمكن نتفعيا الدور ولكن شن سي دوماج انا ولا والو تجيبو مش تكن في مغارين نعرف مع الاسف لانه قاسي جد مثال قارس المزيخ تقعد هو كبر شي عاد قالو خاطر تحلى الغمض سقسي غير سقسي الاشكاليات هو من ما يقال قارس قدس قوم سعي أبرو خامي ياس العماري يام مروخ ثالثي إقاس قوز قب سعي ماريك غير عاشي ود قوشي سقيون نتاجا ماري ورد أم سعي أقس موز قاس المزيد نقارنا سرماق وقزين ود قبو فدن أنا أول أي الياس أبن عزوز أبن شماش أقوم بعقبة إني عاو إذن ذاك ما زويت ما سيدة ثلاثين وشي ناس يجن الطور كذلك سيدة ثلاثين راس عكاز ماشي كعكاز يسعى ما توصل زريق الحراك الشعبي كعكاز زريفي راس كيسعى راها موجد ماشي كعكاز هواليتي نامية نعم سيدي يدي فوق ديرو القيادة رانتا يتبعاتي الزيت كامل تصوريتي قارس قسمي غادي نيد هامين غادي نيد والسيد هو تنسي تاكي الزنزلي وذا الطاكسي من ديوث من غالمغري الحسيمة وقف فنزل الحسيمة اتجاس التقارير الدي اس تي بصفة يومية عند الطاكسي دينك الحسيمة كازيس معروف وزرق الزين نقبة اي ما سويت ما لانه كان الصوت غرو مفارا نرقت النقبة الصوت غرو مفارا فوالا. اذا ذا طرحت السؤال كيف رضا بغاثة ثالثي أقات مثلا عكازيس انت الطاكسي انت تخدم شي غاس الطوموبيل نبدا قد لي كوافورة يومية الشعر حالة مثلا لحظة باش كتباع تراح خات شي فاطمة المعاقبة يماس سعيد سكننا 60 عشرين زوروبا عاد راكم تسقسى ما سكتين عشرين لان شنو ندير وقت اني برئيت زي الحراك الشعبي ناس هو شنو انا غير عاشي لي والو غزنت راح حشت نزيد مزوان سكديني يمي هذا حد قال التحقيق ناس اخذت شي فاطمه قلت اللايف اخذت شي فاطمه كيفاش كيفاش الناس وراجي ما مشاش فرانك الناس قالوا كشا 100 ألف فرانك ومسني الناس قاعد الناس تشغل تجي جيبينو ما غازين مغاس 10 نقري ماذي الحسيمة ما غازين فابريكا ما غازين الأمن الوطني تفت واحد ما غازين غازين زنكيك تماما ما غازين شنو غاتخدش 100 ألف فرانك تجي جيب مع غازين مغاس الطاكسي ما يستويش 100 ألف فرانك الأستاذ نوال. إذا نومد نقرع السما والتين قال الوصية النصر انت بعيشة نقام الخطاين مستسقيش ما كتير كيد مني قال مخزن ما خان ديار ومسن قال الخطاين تيل كيد راح يقاس راح يقاس العناوين كبيرة بأننا والبن عيسى كذا وسقامت بكذا الشمس والقمر ماني قي لو موند لو موند الفرنسية قال كي غاتسيركولير صل الوقت دي الدراري عاود ضغان اقش المخزن يخدام مع راسو المخزن خدام اخويا تاع الليله سي عبد الدراس كذا مي خف جيو مزال اقتراح ما يستكا الورده العجوري ما يستكا
محاول ما يشتكا السيليان ما يشتكا بالمات ديال دي حامو شي مغاريني سم كيشي طبقات وكاشي كذا ما سكيتينا وغاس كيش من صندوق كيش عندرا ذا قاتلني ذا الشكي ليشني ذا يالاك ناصرني ذا سالاك قاحشو ما خمير غامديش تصوات صوات الشم ناصر الشم ديش أستاذ هاني العجوري يلاكم من الأسد زداد راح تكسد زعما راح نجاتني ما تفوت تفكان شي ودانا تلقى شي ديال الواجهة راح دو زرد نهار إن عصام راح عاونا نهار السفر في ما سادت كسيتي بغارين غا باركي تشيتا إن جام الخطة كسيتي مغارين باركي تشيتا الناس ما ينات مش ميغا تفون يعكاس ديني ديني ناس وقات زاد مي مغسل غا نخدم يوم سوقافو سلو غا يا ثالثي يا قميص تقلنا انا والبن عيسى ما تغير بقيو بدا نتصل وقال راح دخلت شي طبقات يما الناصر وقد شي ياس درموخ وقد صوات كيس ديس كابيسي تاني قيا كبار نضال بعدا كاش تجاب بعدا الساقي كبار نضال جمع الشعال نيري الطمغاف مرات الطمغاف هو كاس شوان السوطرا قاشي قارو كاريف وجا قانو دايرتي نكي دبي بعدا قاض لي احترام قاس موس كاي ما صنا السرقة الصوات ديال احترام غير قوام اه واش اخي تبو الجوع داخل كيد في السقد شري مخزن هاد الحراك شي ناقة تبقى تالي شي تقصص وزواز شي قاري قد التليفون كتصغر بعد ساعات نكارتاج الحراك يحامو الشناقة وتتصن شي زهر ماني قد التليفزيون تا قام ساكن وتجي نفسيا تقصص نجي من الدراسة ذاتي كوروبا قناص ماني ديكم توقيع على مرا رحمة انا اني ديني وباغا مي زي سمك نكمري ها انا ميستقن مغاري انا مديش هو ولا اقتراح نقلب الخطة تطلق وقعد يوري ضار وجيش متغير تفن قال لي داغي من النصر الزفزافي قاش بطيط قال لك التاريخ قاص قال لي الحراك قاعدين نصر الزفزافي القيادة لا مش تسمو لك سيتي الشكعان شي ممكن هاني يا ياخم فيديو ناخد قيادة جماعية مرحلة ما مدعزق عم ديالك الشودار ويضيشن ما تف لو موند نيت اللي للمخابرات المغرب كأن المرأة روخا ديني كذا شنو تنسب الدروغ تنسب الدروغ ديني المرأة ما يمكن أن تمثل المرأة أحسن منك لا في الخطاب ولا في المعرفة ولا في التواصل ولا في الدبلوماسية ولا في الذكاء أوكي ما تقول الغلط الأستاذ نوال وتريش الطلو تطلنطيت وإنما مش الضحية وأستسمح نوال يعني السنغ السنداي مليح السنغ شم مليح قال غرام مرة كي سيدي عابد شوفوا تغري ذاك كيدي تغري كي سيدي عابد السنغ شم من مستوى من مستوى قال غرام مرة مستوى إناث بروموسيون إناث سيدي عابد الوقت النين اوكي اذا سقاشي بن حسين ما كخبان قودي زار حد اذا الحسين ما خبان ياه ولكن الجسد دير عقل نسنا قدين الروح نسنا قدين الاصل نسنا قدين بما لا خص دايما تكتر غير عقل وعكاز ني نغام ديال النقاع كاز ديال دي يوثي وجبو دار تيست هذا عكاز بين قوسين يخصش من هذا عكاز تفتاري شمت غاي صوانتي غاي سيبرن وجيت شمت غاي سيبرن لان شم فاقد الشيء لا يعطي شم مزمت خاطب ذي وبدا شي غانا مشاكل الدوله غير مخزن شم كيزت وطاح غير مخزن كيزت مزيان كيزت السي ورد كيمشي تان كل ولا ناصرنا الشعار نيت قدام يا شي غانا كي كاستينا زوان زاوغايم ثنك بيليكولا ما شي ناس زوان نظل شي ناس زون حققت المطالب الحقوقيه ناس زون الصوف غايت مهما صقر حبس وجي ناس زون قدر الاستعراض لهذا اتسبدد مناني ما راه غنمشي كارا غزبي صغير اوكي لان يبدا نارينا مدينيت كلشي راه مدينيت روخا قاسك غاس المقالات ذوري تخام تركي البلاغات اوكي اذا ما راه غنمشي نحاش نغدر قاش تجيبو تنيش مي صوانت سوا هادشي فاطمه قاد هويت خص كي تعاود اشعل 100 100 وقاد هويت خص طا 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 طن شو زما خير يا انا ور شمو راه كازين مور هذه هي سبره هذه اللي كيزيد الدوله العميقه ولا الملك الني اوكي شي قاعد طاون 9 شهور وانما تجربه طايا الدور طايا كذا كذا وتجون غير زعما شي قضيه قصقص بقى يقاش دا بوليتيك قد السياسه شتي ندير قال الحراك الشعبي انت بو بوليتيك خصها تسند قال الحراك الشعبي هنا شنو تقدير بو السياسه شتي قال الحراك الشعبي نزو السبيطار نزو مي غنايا تما نزو مي غيخدم بنادم نزو تي نزو تا نزو السياحه نزو كذا جي وانا زوني البوليتيك وليتك البوليتيك يطيح الحزب السياسي يطيح عشرين كذا يطيح هذا يطيح البرلمان
اوكي باغي تتسلم انايا، لهذا ما انا خصها تنسى الدار. ومهم بالنسبة عن الشخصية الثانية التي وضعت وسائل التجسس كذا، نرد الأبلاغ الثانية هي نوال بن عيسى. أوكي راه سبت منها النقاري كذا ما كذا ما كذا. إذا المرحلة يا ثالثين الحراك الشعبي صفا يرد مجموعة من فريمون قابو الخوانة، إي مجموعة و نبدا نديري في النغ طيب الاجنده صغاوض النانو ديني سكوا الحراك تحاول الجبدان تحاول كذا. انا وفضحتي دي ثناني وذان عما قريبا تفضحها غم وسكريت ما تفات السبب بانه وجنشيه غيريه رقنا كارتيستات اسم شطافه سين سميتين تكنك الحراك اقي من عاود 30 استرانيا اقي من استرانيا و 30 اقي اللهم هذا المنكر ما يزدي وين منايا واش متغير صنعاني كذا ديال فيديو لايف داريتين وقد سميت كذا الحراك ومي تخدمت ومي تكشر خبا ومي تقس مناني. اوكي بهذا حذاري ثم حذاري مرا سيقد مناني ثنين مرا سيقد مناني قا قيمهم لايف اش متصاص غير الواقع مرا ان الوطن غفور رحيم ورانا الحراك الشعبي غفور رحيم سدت اتسيغيد البونيتا البونيتا سيدا طاح كذا اها طاح هذا زري سكت فوالا ما نري واضحين وتشي مي ما يجيش الجن لا معاش قيز زواد يا الحراك نك حراك عما صديقاز وخلي يا زيد الدين يعرف الحراك الشعبي قد اوروبا سلقوا كطاس كاري في 3 مليون تفض اوروبا يونا ستاس اوروبا اصدع القابو اتاوي قوة العقل المخزنية اتاوي البلطاجية اتاوي قوي البلطاجية نهارا برشلونة انا زيد هذا الداك سيتي تزينات نما لا سيتي انا زيد ما من دقة ما انا قا مالك ما تمالك انا زيد هذا الداك تما نما لا هاقا من دوقيا يعني. هذا عاود كذلك كيف باش يتما اتحاول مرات كنيو اتقل مثلا توعية غي مغاربة ديني فما لا عصد شهر حامل يوقعان من يتجار قشيد وانا هو الانفصال وانا هو الاستقلال متاف انا ري دبلوماسيين ايت ما سويت معه ارجوكم انا ري دبلوماسيين وعاود هذا الصغير السيد داك يصفط دي روح 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 راد مني ما قبل ما درق السم ديني كي بدا الحراك من حسين ما انا اوروبا كذا كيصفط دي روح كيصفط دي المسمى الزي العابدين أزي العابدين شق الثمانيات ميسن خاتشس أن النصر ياك شقت سندي مليح لأنه ما غالي لأنه ما كان قراني غير كيدي أوكي شكا خويا زيد دي العابدين لا مير طيار باسكيت لا قشر كيغابي بدا طيار باسكيت كذا أنا شي راه قايد تتنظم أوكي ممكن تتسمت هادشي إذا ما تستغلظ القرار بينك غا نصر الزفزافي قلب مثل خاتشك وقا تفغض قيس مسائل تتاريت تذني وتسنشي وتسنشي تسمى العواقب نسنت قطعيات شي مسائل خطيرة جدا زين عابدي لأن زارخش تفغض شي تدوينات تاريت خل حركة 18 سبتمبر قاد تبقى لا لا كذا قال حركة 18 سبتمبر تزرع ديال الفتنة ديال الحركة التنسيقية ديال أوروبا عاش سنوات طالب مصلي الانفصال قادرين الفوضى كذا 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 ما غا شكر بو أيا بشتيح ما أنا أبشتيح هذا بشتيح هو غاش بيس باش تشولو هذا بشتيح واش كيا بشتيح تفهم شي بوليتيك بغا تفهم شي السياسة بغا تجبد ديزيزوا مي لي قارو غا بيسرخاتش نصر يا كي كا عايش يبليش انه زي بدا الشكل بدا غاقش سوسبيشز يعني بدا غي تكتزاك تيقت لانه شكون سبع سمعت هو يسور تحارب 18 سبتمبر اللي غا الاستقلال بابيك مانيس بابيك داري في غاش غاش نعيق داري في شي يا بابيك راه غاشي فوق جيبيه والغابه تنداهينات تنداه مواسقان تمسرين كاميون موسقان جيب النير لانج روفر ني ها زي جديده ما لنا علاقه روغاش جديده غنغ السيف بلط سبتمبر دا عيان داك روك المخابرات انا كي وراه نهز انا داك اسبانيا عاود نهز انا كذا بس القرابين كينات وشي دات تزرع دينا ثلاث شكل مناوات ها شك سمي قال ايديولوجيا السياسيه
سميقان استراتيجية العمل السياسي، سميقان استراتيجية العمل الديمقراطي، سميقان استراتيجية النظام الديمقراطي، سميقان ستالينية ولا سميقان تيتاتا ولا الماسونية ولا كذا وكذا، سميقان الدولة العميقة، سميقان ذات راح صدزك حيطاش من تصيبتون برنيض 20 فبراير قاتك 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 هو انت ثمارة تك 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 هو لا شك اك وتجي بوت تفقد ديس اللايف هذاك تكين وقتقصا الدين تفضي بار و700 يورو ديك اسبانيا ما من تكين وقتفضي ديس اللايف بلا 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 هكذا ايوا كشي المحامي ما دخلتش كي توظفك شي محامي في اسبانيا اخش مي جال مو عبا ايوا دار لي خيرونا ما تفتح ويد نهار غا برشلونه راك تساوي ديش انت تميسي زي خيرونا شق دري داك بالطاس سبتمبر او كتقل في تناروها وجيت كوباردي لازم تدور دم الياس ان النوال بن عيسى غامينات تدور دم كوباردي ها اذا يخسرنا ذم هذا يتحدى ثيب سريني سو سين شي بيشين بسريت وشي شي مثلا وغاصب المعطيات وسمي كواذي وسميني جان هذه قيمة بعيدة هذه صمت هذه صمت هي واش راه مزوخ هذه تفاروج بعدا غادي يرمد ولكن شبه دي تهدف هذا تخوانيني وذا سمى تصيب تنبرق كذا وتعنيني وتعنيني حشومة عليك فهم لا قال تاع الزيد انا الشنين جبدنا تيسيس اوروبا هاك الجاليه النظام قالينا قاعد انفصاليه شنو جيبوا انفصالينا وما ما راديش ان جي هاد عندنا النص الانفصالي هذا انت تينين اوكي ما راديش المنظمه على النص الانفصالي انت تينين ما راديش الجهات المواله انت تينين ولكن ما تسمك في فيسبوك التالي بلطق الزبده والتالي ما ميطبات ما تزار دير 500 لايك ندير 500 كاينه حتى الطن اود المعرفه اود المعلومات اود كاين قص صور وش المعطيات وزمع شي فوا الساحه راه بعض المحاماه فلا بنستي ناس قال مثل خاتي توطف قال خاتي شي قبس كي داغ واصل بوطن عاشق قال كذا قال كرا ديك السوكا تزرقي مرايا وجيت تزرقي فيسبوك تقبل اللايف الشهر ديال 18 سبتمبر بقى حافظ خاص ميزي خاص تحافظك شي مين غاش ما خاص تحافظ 18 سبتمبر نيغ 30 مارس من غاك شكون قاد قاد عنه قاد من غاك لهذا حاول ما امكن اتراجع الاساليب الصبيان يعني نلقى من اني حامش اني بشتيها من جوايا عكزن اوكي لهذا ما راه ما راه تفصل لايف هذا النقاد هذا تشوى هذا مسائل النيه وها من احسن راح تفرج لقينا بارتيدا تعجبك تشمه راح تعطيها تعطيها تشمه اذا ذكرت مثلا خصي وشام مرة راحت زيرو تردم مرة راحت زيرو تردم ميت مزيو تما غادي ياري العنوان ني ميت جاغ تظاهر ني ندي وشام لانه دينيش تظاهر تم قران ديالو تردم ان شاء الله فهمت لانه غادي يشيل العنوان اكزاكتوم ميت جا مرة راحت زيرو تردم ني غادي يشيل اخر الاخت في السن العنوان مثلا لو كان يجي هولندا غادي تاريس هولنديز فهمت فهمت ما راه حد يصدعوا نوضات يدي هولنديز ما راه دينش نينا نظرات يدي هولنديز فهمت لان طالب مات بزاف ديال ما يجي العنوان ناس فوالا عماد البستريوي عماد البستريوي شرح عن رغم من تصيبتم براقي انا وفال من تصيبتم بريده ومتين و ذنها ونظر قد الشهر 18 قد العادات سبتمبر قد الشهر من ذا زوج شهرها فوالا السنة مالا ذا شي جن نهاية زيرو تردم هذا سنيك الساعة يث مثلا ما يتجان ما تف الأخ حمو فيلي بديت بالعربية هي الأولى بالدارجة المغربية وهضرت وشرحت شي مسائل ودابا هضرت مع الإخوان بالريفية لأن عندنا مجموعة من الإخوان في أوروبا اللي ما كيعرفوش العربية والدارجة مع الأسف فلو خصني نقسم شوية دابا هذا مع الأسف شكرا ممكن ما قديت سيتروم روتردام اذا نيت ماشي مثل ما تينا تيب سراني خصها غنتكسم بها الاعتبار اتقسم الاقتراحات النيرة نيرين عني اخ اخت القيادة الجماعية مرحلة بفات اخت القيادة الجماعية تسيف ملف المعتقلين كي ملف النار وها حقوقي بلدي شنية
بعد ما انا يقع الزود حاوى الدوله غنزل وصاني كنحاوى غنزل ما راضيش يا صديقي كذا غنزل حاوى نسبت ما يعني شي كذا، ولكن شنو نوزها بانه طلب الصراح الفوري بدون شروط ولا كذا معتقديني اصدقون ولا، لانه بنا يبغى انه جيمي الدوله غتندم تندم تندم جندم نقرا من الرأي الدولي كذا، لهذا خصها تراجع خمانيا، لانه مغني تراجع في الوقت المناسب انه الملك اللي حاول ما امكن هذه سجل الزياره هذه هو بدا في هذه يعني نخ موسقان يمكن ديال عيد العرش ربما سندي العفو ملكي ناش اللعبه هذه السيف المخزنه كي العفو كذلك. اذا شنو جو المشكل اصدقون، لهذا شنو الطلب اصدقون هنا فوالا غادي نكمل الحراك الشعبي ماشي نحوار تسمى صديق تيشي يا صديقه تغيرني كذا انا حن انظم غانك فوالا ما سويت ما تقطع شي كتازي منايا سيتي مودي في شاطفو مغا هولندا كلشي ما سويت ما قراكم تسا نشقو زما داسا لانه اجراءات الامنيه مشدده لانه وقع عاده عمليه ارهابيه اللي تيجي تجي الساعه 10 ونص كذا كيلوندو كلشي بلاع كلشي الشرطه كلشي الهليكوبتيرات المطار سرق شي حاجه وقال الهجوم سجن الشاحنه يتمشي في دماغ سجن فارغ وليتا كيجن سيرا فهمت ستي وذن عاد موازين عني كيجي نظن بدا نسوق عطاس شان نسوق عطاس من عنان كيجي نحوما نظن يجي نشتكي كيستاخد ميت ونظن انا غرات احداث كي قرب وقتاش اذا اجراءات بدات تجي يعني شي هي تصريف شاء هولندا يتما سويت ما اجراءات امنيه دين عمليه ارهابيه داعش كي قاعد نفس العمليه 30 فوالا عاد بقى النيوز مزار عاد قاع قش بلوكا قاع يبدا شي مسرحيه في الطوبينه كذا واضطر نهار شري اصلا نورو تغشي مليح نفسيا نورو تغشي مليح حق مانايا غيبدو كان نوز طوناجي غني كذا الرعب بلا مي كوار وخا السيد على الله والسمي اللي صايب قعان فهم لا نكوار كي المترو نكوار كي مركب تجاري نكوار كي مسرايين تصدق وخا شوفي وخا نهار السفت امكاني ما يتجاد امكن بيت جد تسمى امكن تسمى ديكس الرواج ديكس ملاهي ديكس بزاف المسائل السينما ديكس مسرح ديكس مسرح المتاحف ديكس السياحة المهم السياحية بامتياز. اذا تأسف منايا جوج بشيش على خير وسبحان الله رمضان يفتخنا غيزهم يفتخنا تحس شي شي من وجه شي بلاه نفسي نفهم لا وصراحه كي غيت مثلا سويت مثلا غاره تسقسات كان دينا هي انت في كلشي غيرك الصراحه كلشي غيرك وانما نحاول نصبر شويه كنت الشغل الخروج نيت مثلا كي هولندا فرنسا كلشي ان شاء الله ديجن قوه الطبق راه ديجن الصوت ديجن تبرد الطبق ان شاء الله وكذلك كي برشلونه عاودت فرنسا جن قوه الطنقران توش الصدى الطنقران وكذلك كي برشلونه كي بون تاع نهار كوليمان فرانكفورت دوزلدوف وزما تذكر كل شيء وانما نركز في بروكسل نركز في برشلونه نركز في مدريد نركز اخ هولندا جاليه كبيره ديني كرديه نتواكيه باكستان هولندي اسبانيو وطنيان تسرى القصه تسرى من وقعان تباع غزا غاس القنوات الكبيره غاس مصداقيه غارو غي تقاثن تسمندين زائد تقارير المنظمات الحقوقيه. اذا الحراك الشعبي ناجح بامتياز ويتمدد وتسنى يعني ما غاهم ليني غايت ماشي في دماغ ترم اخر ان شاء الله والله يحد الباس تسيتي بغاكم طفل قوياوية غتبقى قيادة جماعية غتنظم شوية بدا تهيكلم من هني الا وشي غاكم تشد اقتراحاتي هني ربما تكسب بعين الاعتبار انا واسمانيه غادات استمر في الحركه الشعبيه خصنا نركز سلميه سلميه فوالا عيش المدني ديري شي اشكال مقاطعات مهم من بولالو بوعيادي مرجان كذا دي حونا مثلا ما سويت ما
ان انازم مجد نين السوايع درت السوايع مش الفرصه غي دحونا كذا جن درت السوايع نهار غدا زمان مش رمصه نفس السقانه كذا درت السوايع فوالا ما تفو ذن الحسين ما غوش تشبه الفرصه راح نهار مرجان بهذا شي تشبه الفرصه غير مرجان مش متبلع قاعد دحونا ني غاد ما يسمى نظام فارماسيا نظام بيرمانونس كنا غادا زم تريت نتحونا دعا تسخان سني متدعمهن ماديا دعمهن كورتيه مع الزمان فهم لا المهم افكار كثيره كنا وقشكم ديني عاود كذلك كتعاون بس الافكار نخوم ما تيرين قلت كنا الخوانه كان نكسياكم تسكوبريت كان نكسياكم الخوانه تسكوبريت لهذا كنا وسيغيث شينا كان غادا نكس الخوانه تسكوبريت حتى تسيدي ان شاء الله تحقق من الهدف وتي من سوين في امان الله تبسام غير خير تقاتلكم.